هذه الصور من جنوب لبنان من منطقة إبل السقي، والتي تظهر صور قصف إسرائيلي على هذه البلدة والدخان. هذا القصف قبل قليل ضمن استمرار العمليات الإسرائيلية الجوية والقصف المكثف على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني ومن البقاع كذلك. ذلك يأتي مع إعلان إسرائيل عن احتمالات الدخول في المرحلة الجديدة ضد حزب الله، هذا ما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف جالانت قبل قليل. مصادر إسرائيلية أيضا كانت تحدثت عن عد تنازلي لعملية برية في جنوب لبنان، كما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست. وأضافت يعني هذه الصحيفة تصريحات لوزير الأمن بشأن توقعه استخدام سلاح الدبابات قريبا في بيان وحديث عن النوايا الإسرائيلية القادمة. وذلك يأتي أيضا مع كما أعلننا قبل قليل وفق الخبر العاجل عن سقوط صاروخ في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار.